مشاهدينا الكرام، وتتواصل الفعاليات والمنافسات داخل أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر لنصل إلى نهاية المنافسة بنتائج جميلة ومشرفة للطلاب في تنافسات الخاصة بالغناء والإبداعات الموسيقية، غناء فردي وكورال. الاستعداد الحمد لله موهبة ربنا بيديها لأي حد، انك تاخد الموهبة وتقدر ربنا اداله الموهبة دي وتشكلها وتعدلها وتبدأ تحط عليها الفرايتي وتبدأ توجهها صح وتمرنها صح، هو ده اللي في الاخر الحمد لله فضل ربنا بيخلي الناتج كويس زي ما انتوا شفتوا.
الحمد لله رب العالمين عناصر الموسيقى عناصر كثيرة جدا، تشمل التوزيع والمخارج الحروف والتدريب الصوتي وتوزيع الآلات والبالانس ما بينهم وإضافة التعبير الموسيقي، أمور يعني كثيرة جدا واحد بيسعى إن هو يحقق منها جمال للمشاهدين. يعني في الآخر المشاهد زي ما حضرتك شفت كده والجمهور يقوم يسقف ويتنطط على الكراسي، يقوم يقول لك يقول الله، لو ذكر ربنا يبقى احنا حققنا المعنى الكبير قوي للموسيقى، هي اسعاد الناس وان هم يهذبوا نفسيا من هذا العرض. الحمد لله رب العالمين في كل اغنيه ما توقعتش ان تقف 7 مرات في كل اغنيه، الناس تقف وتسقف بهذا التشجيع الكبير جدا. الحمد لله رب العالمين، احنا تعبنا احنا اجتهدنا، كان نفسنا في الاخر ان الناس تقول الله وتذكر ربنا، وحققنا الهدف ده ومش مستنيين مراكز، مش عاوزين مراكز وما بيهمناش المراكز، لان احنا الحمد لله بنمتع الناس قبل ما نحقق مراكز، مش عاوزين حاجه، احنا عاوزين الناس تذكر ربنا وتهذب نفسها من الموسيقى. المعنى الحقيقي للتعب وللموسيقى ولاي شغل في الدنيا ممكن تشتغله هو المعنى الثامي ده، هو ده الحقيقي مش اي حاجه تانية. Thank you.
عبد الرحمن حسن، جامعة عين شمس، كلية هندسة. طبعا هو في ناس كتير ممكن تقول كلية هندسة طب ازاي مشاركين في أنشطة فنية وبتاع، هو احنا السنة دي كنا داخلين مسابقة موسيقى ومسابقة كورال باسم الجامعة. طبعا ايام الكليه نفسها ايام الدراسه بيبقى صعب ان الواحد يشارك، طبعا بالذات مسابقه ابداع في ناس عارفه ان هي بتبقى جايه في يعني بتبقى في فتره امتحانات يعني بتشيل نفسه كده. بس فيعني الحمد لله المسابقه دي كانت جايه في فتره كويسه ان هي بعد ما خلصنا امتحانات وكده، فكان الواحد لاقي شويه يعني فرصه ان هو ينظم بين الكليه وبين البروفات وكده، بالذات ان بيبقى في عندنا في السمر تريننج ومسابقات وكده. بس فيعني الحمد لله يعني ربنا كرمنا، يعني احنا امبارح كنا لسه جايين امبارح من السفر وجينا امبارح على المسابقه بالظبط، ففي ناس طبعا كتير يعني اتظلمت من الكورال، كان اصواتهم حتى كانت من سكه السفر ان هم جم، بس يعني الحمد لله يعني ربنا كرمنا يعني بشكل عام وخدت مركز اول في مسابقه العزف الفردي بيانو. تمام يعني الحمد لله، والمايسترو دكتور أسام علي تعب معانا يعني بصراحه في البروفات بالذات في الجامعه، انه كان كل يوم بيبقى بنعمل البروفات كل يوم تقريبا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 4 مثلا 5، فاللي هو كان الموضوع مرهق يعني، بس كان الحمد لله يعني كان في تعاون بيننا والدنيا ظبطت يعني الحمد لله في الاخر. ما شباب جامعة مصر، هدفنا مصر تتغير للأحسن. متجمعين في أسبوع شباب الجامعات العاشر، جايين عشان نقول كلمتنا. لا للإرهاب ولا للفساد، مستعدين نعمل أي شيء. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر، كلمة قالها كل مصري بانتصار. تحيا مصر. جاهزين دايما كلنا في
دماغنا بيتحكم فيه عشان ما تهتزش، عشان ما يتونش، عشان ما يبقاش فيه نشاط، يبقى هو اللي قادر عليه، هو اللي قابض عليه. المسؤولية انك تبقى من جواك مؤمن اولا بالله سبحانه وتعالى، ان هو اللي اداك الموهبة دي مش حد تاني، وانك تبقى عارف ان الموهبة دي لازم تحافظ عليها، وعشان تحافظ عليها لازم تتعلم اكتر، وما تقولش انا وصلت. وصول النجاح ده مش يعني سهل، لكن الحفاظ على النجاح هو الصعب. انك تحافظ على النجاح محتاج مجهود اكبر، محتاج تعب اكتر، محتاج حاجات اكتر بكتير غير الالتزام وغير الحاجات المفروض تبقى موجوده جوه الفنان. مش هتكلم عليها عشان محدش يقول لي بتكلم على الالتزام والاخلاق والحاجات دي. انت لو فاقد الشيء لا يعطيه، انت لو ما عندكش الاخلاق والالتزام والحاجات دي عمرك ما هتبقى قائد. القائد ليه عناصر ربنا سبحانه وتعالى بيوفرها فيه: التزامك، اخلاقك، شدتك، اللين بتاعك، يبقى ليك وقت بتشد فيه وبترخي فيه. كل حاجه سبحان الله بتبقى متوزعة، ربنا مدهلك موهبة انت بتنظمها من خلال خبرات سابقة ومن خلال خبرات قادمة زي اللي احنا بنشوفها دي. وفي الاخر احنا كلنا بنحاول يعني نجتهد عشان نمتع الناس، هو ده كل اللي بنتمناه في الدنيا. اذا الناس امتعت وقالت الله، يبقى هو ده المعنى الحقيقي اللي احنا حققناه، ان هم ذكروا ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش هنلاقي احلى من كده في الدنيا. بس الاختيار بيجي من خلال تعب طويل، انت بتختار بتسمع حاجات كتير قوي وبتتعب، وفي الاخر بفضل الله بتختار.
يعني بعد عدة سنين من السمع بتسمع حاجات كتير قوي، بتيجي في الآخر وبتسمع أشكال معينة من الموسيقى، واللي ربنا بيوفقك فيه إنك بتخلق بالانس ما بين موسيقات مختلفة. مجموعة عوامل زي ما أنا ذكرت في بداية التسجيل، هي مجموعة عناصر كثيرة جدا في الموسيقى مش بتخلص، هي مجموعة عناصر كثيرة قوي، ما ينفعش إنك تقلل منها أو تزود فيها، لأن هي ميزان دفة، لو ميلت الدفة يمين هتغرق ولو ميلت الدفة شمال هتغرق. لازم تبقى فيه بالانس، ولازم تبقى عارف إن خلاص دي إمكانياته دي النهائية، ولازم تبقى فاهم إن ده ممكن يزيد شوية ده يقع شوية، هي دي الحياة. المايسترو دوره بيبدأ مش من التدريب، المايسترو دوره بيبدأ على المسرح، ودي ملكة ربنا سبحانه وتعالى مش بيديها الناس كتير، انه يقدر يسمع المسرح ويقود داخل المسرح. القيادة داخل المسرح هي أصعب بكتير من التدريب، انك تقود داخل المسرح وتبقى سامع الأصوات كلها، وربنا يديك الميزة انك تقدر تسمع جميع الأصوات وتحدد مثلا الغلط فين او الميزه فين فتوضحها وتعمل البالانس ده من غير ما الجمهور يشعر، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لناس قليلين. اتمنى، انا طبعا مش منهم، بس اتمنى اني اسعى واجتهد واكون منهم في يوم من الايام. Yeah.
يعني اللي عاوز اقوله النهارده ليه الناس سقفت؟ الناس سقفت لان احنا عملنا حاجه موسيقيه مختلفه، موازين مختلفه، عملنا مقامات مختلفه. الناس ما تعرفوش ان احنا النهارده غنينا يعني حوالي 11 مقام. اللي الناس ما تعرفوش ان احنا غنينا باكتر من 7 موازين مختلفة، ودي صعبة جدا في الموسيقى انك تقود فرقة على المسرح ككوكتيل ب7 موازين مختلفة، 10 8 و8 4 و3 4 و4. يعني الموسيقيين المتخصصين هيفهموا الكلام اللي انا بقوله، يعني مش كل الناس هتفهم الكلام ده. ازاي تبقى انت عندك القدرة انك تلعب بموازين مختلفة ومقامات مختلفة من غير ما الجمهور يشعر؟ هو ده الحقيقي، يعني هو ده اللي تقدر تعمله. لسه بدري قوي، ولسه الواحد هيجتهد، ولسه الواحد هيسعى انه يحقق انجازات افضل وانجازات يعني في المستقبل ان شاء الله تضيف لمصر، لان ان شاء الله يعني الواحد بيتمنى ده، ان احنا نهذب الفن الموسيقي اللي باظ، اللي ابتدى يبقى فيه هرجله، فيه عشوائيه. اي موسيقى في الدنيا بنعرفها من ثقافة شعبها، يعني نقدر نحدد أي ثقافة شعب من موسيقاه. أما تيجي برة تسمع مثلا أوبيرات إيطالي تعرف الشعب ده قد إيه مهذب وقد إيه مثقف وقد إيه فتحدد عقله وتفكيره وعيشته ونظامه. إحنا دلوقتي في حالة من الفوضوية، في حالة من العشوائية. لازم نهذب الموسيقى، لازم نبدأ نطلع موسيقى بشكل جديد، نبدأ نحط ليها أساليب جديدة تناسب طبعا الجمهور بما ترتقيه، ويا رب إن شاء الله تبقى الدنيا أفضل في الأيام الجاية إن شاء الله بأمر الله. إحنا شباب جامعة مصر، هدفنا مصر تتغير للأحسن. متجمعين في أسبوع شباب الجامعات العاشرة، جايين عشان نقول كلمتنا. لا للإرهاب ولا للفساد، مستعدين نعمل أي شيء. تحيا مصر، تحيا مصر، كلمة قالها كل مصري بانتصار. تحيا مصر، تحيا مصر، وكل جندي عاشها ليل ونهار. تحيا مصر، هتلاقيني تحت أمرك جاهزين دايما. وقلبي حكاك وقلبي دكاك.
Thank you.
الأمل يفتح بباب يكون قلب الحياة مشاهدينا الكرام، كنا معا في متابعة لحصاد أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.